حضن جبال طلقان بمحافظة البورز المحاذية للعاصمة الإيرانية طهران بتقع قرية صغيرة جدا بالقرب من نهر طلقان. سكان القرية دي قرروا يعزلوا نفسهم عن العالم الخارجي اللي كله شرور من وجهة نظرهم، وبينتظروا لحظة ظهور المهدي المنتظر في آخر الزمان. القرية ملهاش اسم رسمي، إنما ليها أسماء متعددة أطلقها عليها الناس اللي حواليهم. القرية اسمها فانوس أباد، يعني قرية الفانوس، وناس تانية أطلقت عليهم اسم منتظران ظهور، يعني القرية اللي بتنتظر ظهور المهدي، وترك أباد يعني قرية الأتراك، وبعضهم أطلق عليها أيضا اسم إستا، يعني القرية المتوقفة خارج الزمن. منازل القرية دي لا تتجاوز 9 بيوت ومساحتها حوالي 40 فدان، بيحيط بيها من كل جانب حائط ضخم جدا مرتفع وأشجار عالية، ما تقدرش تشوف سكانها نهائيا إلا إذا دخلت ليها. سكان القرية دي بينحدروا من مدينة تبريز التركية الواقعة شمال غرب إيران، واجتمعوا في القرية دي بناء على أفكار مرجعهم الديني اللي نهاهم عن التشبه بالكفار أو التعامل معاهم. أهالي القرية دي عايشين حياة رهبانية وصوفية وعزلة تامة عن العالم الخارجي، مفيش مية ولا كهرباء ولا غاز ولا تليفونات ولا سيارات، أكلهم من اللي بيزرعوه فقط، علاج أمراضهم من الأعشاب الطبية اللي بيزرعوها، ما بيستخدموش الساعات عشان يعرفوا الوقت مثلا ولا حاجة، بيعرفوا الوقت عن طريق التغيير اللي بيحصل في السماء. ممنوع حد من الأغراب يدخل القرية، مفيش امرأة تخرج بره القرية، ممنوع الرجالة يختلطوا بأي حد غريب، ممنوع حد يدخل القرية من أساس، وإذا كان حتما ولابد حد يدخل للضرورة يبقى ممنوع التصوير بالمرة، ما بيحتفلوش بالمناسبات السعيدة أو حتى الحزينة، مفيش حاجة اسمها سرادق عزاء لما حد فيهم يموت، مفيش احتفالات لا بعيد ميلاد ولا جواز. المعدات اللي بيستخدموها ديت في الزراعة من سرعة أيديهم، ما عندهمش تليفونات أو تلفزيونات. قرروا يعتزلوا العالم كله اللي بيعتبروه عالم مليان شر، قرروا يستعدوا لظهور المهدي المنتظر ويجهزوا نفسهم لاستقباله، لأنهم شايفين إن هم أحق باستقباله من أي فئة تانية. قرية بتعيش خارج الزمن. وقفوا معلومات خلال الحلقة دي، لكن قبلها شير ولايك للفيديو ده وكومنتك الجميل. أنا أحمد عبد الهادي وإنت من حقك تعرف. القرية ديت وعلى حسب التاريخ بذرتها وفكرتها انطلقت من حوالي 200 سنة بالظبط، وتحديدا سنة 1928، وقامت على حسب أفكار تبناها الفقيه آية الله ميرزا صادق التبريزي. الراجل ده كان عايش في مدينة تبريز بإيران، اتبنى الراجل ده فكرة التوقف عن تقليد الكفار في أفكارهم، وطالب أتباعه بمنع استخدام الجمارك أو الضرائب، وعدم الانضمام للجيش وحمل البطاقات الشخصية اللي بتفرضها عليهم الحكومة، ومنع أي شيء بتتعامل فيه حكومات الكفرة، لدرجة ان هو منع الحج لان هو بيستلزم الحصول على تصريح رسمية، وده طبعا مرفوض، وبدأ في تحريض سكان مدينة تبريز ضد قرار الخدمة العسكرية الإلزامية، عشان كده تم نفي المدينة تبع الكردستان الإيرانية. بعدها قعد الفقيه ده في مدينة قم الإيرانية لحد ما توفى سنة 1932، وبعد وفاته التزم بعض أتباعه بأفكاره وآرائه في مدينة قم اللي بتعتبر معقل رجال الدين الشيعة، وبعض اللي تمسك بالأفكار بتاعته ناس كانت عايشة في مدينة تبريز، وبعض الناس ديت اختاروا خليفة لميرزا صادق التبريزي سنة 1987، والخليفة ده طالب بالتزام أتباعه تعليمات الميرزا صادق التبريزي اللي بتمنع التعامل مع الكفار من حواليه والاستعداد لاستقبال المهدي المنتظر، واختار 13 أسرة الحياة المعزولة بمدينة تنكابن بالقرب من مدينة تبريز، وبدأوا يخططوا للخروج من عالم الكفر والفوضى لقرية تليق بأفكارهم وتوجهاتهم. وبعد 3 سنين من الحياة في تنكابن قررت 13 أسرة إن هي تخرج، والتوجه طبعا ناحية منطقة في مدينة طلقان. اختاروا المدينة ديت لأن الطقس بتاعها معتدل وقريبة من الجبال عشان تتوفر فيها شروط استقبال المهدي المنتظر اللي هيظهر في آخر الزمان، وأصبحت مدينة طلقان بالنسبة ليهم منطقة دينية مهمة. عدد اللي وصلوا القرية بتاعتهم ديت كان 11 عائلة، لكن البعض ما قدرش يتحمل الحياة بعيد عن المدنية والناس والهيصة والدوشة، وفضلت بس 8 عائلات، وكان عدد أفرادها وقتها 40 شخص. القرية اللي اختاروها كانت عبارة عن مكان مش ساكن فيه حد بالمرة، بنوا بيوتهم البدائية على ضفاف نهر صغير، مفيش كهرباء ولا مية ولا غاز ولا تليفونات، ما بيقروش الكتب ولا الصحف ولا المجلات، الكتاب الوحيد اللي معاهم هو نسخ من القرآن الكريم وتعليمات مكتوبة على ورق قديم، وديت طبعا أفكار ميرزا صادق التبريزي. ما بيخرجوش من القرية ديت نهائيا إلا في حالات الضرورة، محدش بيشوفهم بالمرة وما بيستقبلوش حد، بيتعبدوا في بيوتهم وعايشين في انتظار وصول المولى صاحب الزمان عجل الله فرجه الشريف. هكذا يتحدثون عن المهدي المنتظر اللي بيجهزوا نفسيهم لاستقباله، ما عندهمش جوامع رغم شدة تدينهم، كل واحد بيصلي بشكل فردي في بيته، بيقولوا على المسجد ده خندق الجمهورية الإسلامية
الإسلامية الإيرانية وإحنا ملناش علاقة بالعالم ده. هم مهمتهم تجهيز نفسيهم للحظة ظهور المهد المنتظر فقط، ما عندهمش مدارس ولا تعليم، واللي بيعلم الأبناء هم الأباء، لأن الأباء تعلموا قبل كده من فسطاط الكفر قبل ما يتوبوا ويعتزلوا العالم الخارجي. ما عندهمش أوراق رسمية ولا بطايق شخصية، هم مش عاوزينها أساسا وما بيعملش بيها حاجة بالمرة. بلحظة من اللحظات الدولة الإيرانية أجبرتهم على استخراج البطاقات ديت، وبعد ما عملوها رموها تحت الكنب اللي بيناموا عليه. الدولة كانت عملت ليهم بطاقات عشان الانتخابات، وهم مش مؤمنين أساسا بالانتخابات لأنها جزء من عالم الكفر اللي بيرفضوا الإمام المهدي المنتظر. أهل القرية ديت عارفين كويس جدا إن الحياة جواها صعبة ومحدش يقدر يتحملها، لكنهم اتحملوها عشان طبعا يكونوا قد ثقة المهدي المنتظر لما يجوا يخلصهم من العالم ده. اللي بيزرعوه بياكلوه، وبيتبادلوا الزروع مع بعضيهم من غير ما يكون في عملات نقدية وسيطة بينهم وبين بعضيهم، لأن الفلوس ديت كلها تشبه بمجتمع الكفار من حواليهم. مفيش حد من المسؤولين أو الشخصيات الرسمية زارهم قبل كده، اللهم إلا بعض المسؤولين الإيرانيين زي اسفنديار رحيم مشاي ومرتضى تمدن من رجالة حكومة الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد. وكان أهل القرية ديت بيستقبلوهم بشكل مش بطال، لأن أحمدي نجاد كان دايما بيتكلم عن ظهور الإمام المهدي، عشان كده كان استقبالهم لرجالته معقول. ومن بين الشخصيات اللي زارت القرية ديت علي أكبر صالحي الرئيس السابق لمنظمة الطاقة الذرية الإيرانية، اللي سمع عن القرية قصص وحكايات كتيرة، وقام حاكم مدينة طلقان وقادة الشرطة بزيارة القرية عشان يشوفوا أحوالهم، لأن مفيش حس ولا خبر بيجي من جواها، لدرجة إن هم تصوروا إن أهل القرية ديت ممكن يكونوا اتقتلوا. لكن الغريبة جدا إن هم وجدوا أهل القرية سعداء جدا وعايشين في سلام وأمان جوه قريتهم. أهل القرية بيعتقدوا إن هم عايشين نهاية الزمن المليان بالكوارث، واللي بيحتم على كل أهل الأرض إن هم ينقذوا نفسهم بسرعة، ودايما بيتكلموا عن أحلامهم اللي دايما بيشوفوا فيها المهدي المنتظر اللي بيعطي ليهم التعليمات والتوجهات اللي بينفذوها بحذافيرها. دايما أهل القرية بيجتمعوا كل كم يوم مع بعضيهم يتسامروا ويحكوا البعض عن أحلامهم اللي بيشوفوا فيها المهدي المنتظر. أي حد بيشوف المهدي المنتظر في الحلم بيحكي عن الحلم قدام الجميع، والجميع بينفذ التعليمات والتوجهات بتاعة المهدي المنتظر اللي أصدرها من خلال أحلامهم، لأنهم بيتعاملوا مع الأحلام ديت باعتبار إن هي رسائل مقدسة جاية بشكل مباشر ليهم مع مخصوص، لأن المهدي المنتظر من وجهة نظرهم اختارهم هم عشان يبشرهم بالتعليم ديت. وكلهم بيصحوا كل يوم وكلهم أمل إن هم يلاقي المهدي المنتظر وصل قريتهم. باللحظة ديت بس هيخرجوا للعالم كله، بس خروجهم هيكون خروج آمن للعالم الخارجي، واللي مؤكد هيكونوا لحظتها في حماية المهدي المنتظر.